السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات منصة البث المباشر. أعزائي طلبة، طبعا إحنا النهاردة بنكمل معاكم يونت 8. إحنا كنا أخذنا يونت 8 بارت 1، كنا كلمنا عن الفوكاب، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم معاكم عن الجرامر. إحنا النهاردة عندنا طبعا إيف كونديشنال، هناخد الجرامر، وعندنا كمان الستوري، هناخد الفوكاب بتاع تشابتر 8. يلا مع بعض كده نبدأ نشوف الجرامر. عندنا طبعا من اهم اليونتس اللي فيها جرامر يونت 8. طبعا احنا دارسين اف قبل كده، ولكن هي طبعا اف لها حاجات كتير ولها حالات شاذة كتير، فيلا نتعرف كده عليها مع بعض. طبعا زي ما انتم عارفين احنا حالات اف عندنا اف 0 واف تايب 1 واف تايب 2 واف تايب 3. احنا هنا اول حاجه بنبدا بيها الزيرو كونديشنال. الزيرو كونديشنال اللي احنا طبعا تكوينها ايه؟ تكوينها ايه زيرو كونديشنال؟ قاعده اف 0 ايه تكوينها ايه؟ تكوينها ان بعد اف بحط الفيرب في البريزنت سامبل، وكمان الفيرب الثاني كمان بيكون بريزنت سامبل. يعني انا في قاعده اف الزيرو ما بستخدمش ويل ابدا، انا بستخدم بريزنت بريزنت. طيب امتى بستخدمها؟ بستخدمها لما بكون بعبر عن حقيقه علميه او عادات او اشياء مؤكده الحدوث، حاجه لازم اكيد هتحصل، مش حاجه احتمال تحصل، لا دي حاجه اكيد لازم ان هي هتحصل، اما حقيقه او عاده انا متعوده عليها، حقيقه علميه او حاجه مؤكده لازم بتحصل او عادات أنا متعودة عليها. نشوف الإكزامبل كده. If water freeze, it turns into ice. طبعًا زي ما إحنا شايفين هنا if water freeze، حطيت لي الفيرب S عشان إحنا في البريزنت سامبل بنحط S مع he وشي وإت. فقلت if water freeze, it turns into ice. يبقى أنا برضو حطيت هنا للفيرب S عشان بريزنت سامبل، يبقى أنا استخدمت الفيرب الأولاني present وكمان الفيرب الثاني استخدمته present. تمام، يبقى ليه عملت كده؟ علشان دي قاعدة if الزيرو ودي حقيقة علمية، الجملة دي بتعبر عن حقيقة علمية ان لو المية اتجمدت بتتحول لايس، يبقى دي حقيقة، مفيش مرة المية هتوصل لدرجة التجمد ومش هتتحول لايس، لا لازم تتحول لايس، فدي حاجة مؤكدة وحقيقة علمية، فبستخدم present simple present simple. اوكي، شوف الاكزامبل اللي بعده. If you heat water, it boils. برضو دي كمان fact. If you heat water, it boils. طيب أنا هنا ما حطيتش الفيرب S عشان مع you. إحنا مع you ما بحطش الفيرب S. لكن مع it حطيت أهو للفيرب S. يبقى أنا باخد بالي إن أنا بستخدم الـ present simple اللي هو بحط S مع he وشو it. لكن مع أي pronoun تاني مش هحط S زي مع you مثلا. هنا قلت if you heat water, it boils. برضو دي حقيقة علمية ثابتة. طيب شوف بقى الإكزامبل الثالث يختلف بقى شوية. If I feel tired, I usually go to bed. طبعا أن هنا دي مش حقيقة علمية، مش كل واحد بيرهق بيروح ينام، لا دي عادة، دي عادتي أنا لما بحس إن أنا مرهقة بقى أروح أريح شوية بروح أنام. If I feel tired, verb present simple, I go. If I feel tired, I go to bed. شايفين الفيرب هنا go، يبقى الفيرب الاولاني present، الفيرب الثاني كمان present. امتى بستخدم ده؟ لما اكون حقيقه او عاده زي ما احنا شفنا في الاكزامبلز. طيب نشوف كده الزيرو كونديشنال يمكن استخدام وين مكان اف. بيقول لك احنا في الزيرو كونديشنال ممكن قوي ان انا اشيل اف واحط بدلها وين. يعني بدل ما اقول metals expand if they are heated، ممكن أقول metals expand when they are heated. when they are heated، metals expand المعادن بتتمدد when they are heated. برضو دي جملة قاعدة إف الزيرو، الفيرب الأولاني present والتاني ده كمان present. في أولاد بتتلخبط وتلاقي إي دي تقول ده الفيرب ده past، لا الفيرب ده مش past، الفيرب ده present بس في حالة الباسيف. فأنا بقول metals expand المعادن بتتمدد if they are heated، لو تم تسخينها. if they are the present of، if they are heated. ليه حطيت ال past participle هنا؟ عشان ده passive. metals expand if they are heated أو when they are heated، يبقى أنا ممكن أستخدم when بدل if في قاعدة if is zero.
when water freeze it turns into ice. نفس الجملة اللي كنا قايلين if water freeze it turns into ice. هنا برضو بقول when water freeze it turns into ice. فأقدر استخدم when بدل ايه؟ بدل if. طيب يلا بقى choose the correct answer. احنا هنا عندنا تدريب على القاعدة ديت ونختار كده ونشوف هنختار ايه. If the bark of the tree is destroyed. برضو هنا عندي الجملة passive. If the bark is destroyed. لو البارك حصل لها ان هي destroyed ان هي اتدمرت. البارك دي اللي هي الطبقة الخارجية بتاعت الشجرة. لو اتدمرت الشجرة يحصل لها ايه على طول؟ خلينا نشوف الاختيارات. died is dying would die dies. هنختار ايه هنا؟ نفكر كده شوية اسيب لكم فرصة تفكروا. If the bark of the tree is destroyed the tree died is dying would die dies. طبعا انا بتكلم على حقيقة ان لو ده حصل ان البارك اتدمرت اللي هيحصل ان ايه التري هتموت. نشوف كده اذا كان حد من الطلبة حط لنا اجابة. عندنا ياسين ماهر قال لنا دايز. برافو يا ياسين. ياسين قال لنا دايز ودي هي الإجابة الصح يا ياسين. برافو. نشوف جملة تانية. Choose the correct answer. Water freeze if the temperature zero or below. طبعا واضح من الجملة إنها بتعبر عن حقيقة علمية. المية بتتجمد. Water freeze if the temperature below zero or below. Is, was, has been, will be. مين هيقولي بقى الإجابة؟ نشوف كده إذا كان حد وصل للإجابة. في قالولي is أهو. في جنى وفي علياء وإسراء وأيمن قالوا لي كلهم is. برافو. طبعا احنا بنقول water freeze if the temperature is zero or below لان دي قاعدة if is zero فهقول is يعني عشان يبقى الverb present present. طب نشوف الفيرست conditional. دي قاعدة if type 1 وif type 1 احنا عندنا الverb الاولاني برضو بيكون present بس الفيرب التاني بقى هيتغير مش هيبقى present هيبقى will أو can أو may plus verb infinitive. طب بتعبر إيه بقى if type 1 اللي أنا حط الفيرب الأولاني present والفيرب التاني ياخد will أو can أو may ممكن ياخد should كمان. طيب إمتى بقى نستخدمها القاعدة دي؟ لما يكون شيء probable شيء محتمل شيء ممكن يحصل في المستقبل. يعني مش شيء بقى أكيد الحدوث لا ده احتمال شيء احتمال إن هو يحصل احتمال حدوث شيء في المستقبل أو ممكن يبقى وعود أو تهديدات. وعود بوعدك مثلا if you get full mark I will get you a present أو بهددك if you do that I will punish you أو احتمال حدوث شيء if you get up early you will catch the bus you may catch the bus. يبقى هنا إيه بيعبر عن إيه وعود أو تهديدات أو احتمال احتمال حدوث الشيء لكن مش اكيد بقى زي قاعدة if zero. شوف الاكزامبل كده. If she has enough time tomorrow she will type the reports. If she has enough time لو عندها وقت يعني احتمال يكون عندها واحتمال لا. If she has enough time tomorrow she will كان ممكن هنا اقول she can she may واحط الverb infinitive. طبعا لما بقول she will يبقى ده احتمال اكيد لما بقول may بيبقى احتمال اقل. If she has time, she will. طيب هل هنا بقى كان ينفع الفيرب ده يبقى present simple? If she has time, she type? لا لأن دي مش حقيقة. لأن دي مش عادة. أنا بقول بس هي لو عندها وقت احتمال تكتب a report. يبقى هقول هنا الفيرب present هنا لازم ياخد will. If I earn some money, I will go abroad. If I earn الفيرب هنا present, I will. يبقى أنا عندي الفيرب present والفيرب التاني أخد will علشان برضو ده احتمال احتمال لو كسبت فلوس كتيرة احتمال بقى أن أنا أسافر بره بس ده مازال احتمال دي لا هي حقيقة ولا هي عادة فلازم لما يكون الفيرب هنا present لازم أستخدم will
وزي ما اتفقنا ممكن تبقى كان او ماي او شود. طيب نشوف كده choose the correct answer. If they extract a thin piece of wood from the tree, they its age without cutting it down. لو استخلصنا جزء كده من الشجرة هنقدر نحسب منه عمر الشجرة. If they extract, الفرب هنا present. If they extract, they would calculate, can calculate, have calculated, might have calculated. طبعا أنا عندي الجملة if they extract لما الاقي الفرب الأولاني كده present يبقى الفرب التاني هياخد إيه؟ هل ياخد would؟ هل ياخد can؟ ولا have present perfect ولا might have؟ طبعا الإجابة المفروض بالنسبة لنا واضحة جدا، يا ريت إن أشوف إجاباتكم وألاقيكم كلكم عاملينها صح. مين جاوب معايا بقى هنا؟ في هنا قال لي will be. طيب برافو عليكم، الطلبة كتير جابت لنا برضو الإجابة الصح، وطبعا هي كان كالكوليت، إحنا ما عندناش هنا ويل فهستخدم كان. إحنا اتفقنا ممكن ويل وممكن كان. طيب كمان نشوف إكزامبل تاني مع الفيرست كونديشنال. بيقول لك if the present sample if plus present sample ممكن أقول it is وتو. نشوف، تعالوا نشوف الصيغه دي هتبقى ازاي كده في الاكزامبل. يعني هستخدم it is وبعدها adjective. لاحظ انه ممكن استخدام الفيرب infinitive في الجزء الثاني من الجمله. ازاي؟ عايز اوريكم الاكزامبل. if you go to Spain، if you go to Spain ما قلتش هنا بقى you will، لا قلت if you go to Spain it is possible to find work there. It is possible, it is easy, it is difficult. يعني احط it is وراها adjective وبعدين لازم احط to. خلاص؟ يعني اقول لك if you read it's easy to get information. If you study it's not difficult to get full mark. يبقى انا بقول هنا if والverb present simple وبعدين هنا بقول it is وبحط adjective وبحط to والinfinitive. يعني دي صياغة كده برضو بنستخدم فيها if type 1. وكمان مع الـ if conditional type 1 ممكن استخدم الجملة الأمرية imperative. ازاي جملة تبقى imperative؟ جملة أمرية. لاحظ ان احنا ممكن نستخدم فعل أمر في الجزء الثاني، يعني بدل ما اقول لك you will او you can او you should ممكن احط الفعل أمر. ازاي فعل أمر؟ بنعمل ازاي الفعل أمر؟ اقول لك if you have a headache take an aspirin. بدل ما اقول لك you can take an aspirin او you may take an aspirin اقول ايه؟ اقول take an aspirin. ممكن اقول you should كمان you should take an aspirin. if you have a headache you should take an aspirin. طبعا انا ممكن احط كل ده، ممكن اقول you can او you should او you may. لكن هنا مفيش خالص فاعل، فده كده تبقى دي جمله امريه. اعرف على طول ان هو عايزني احط الفيرب على طول اللي هو الامبيراتيف فورم، ان انا ببدا بالفيرب على طول. take the medicine، sit down، stand up، ده كده فعل امر، ان انا ببدا بالفيرب على طول. يبقى طالما ان هو ما حطش فاعل هنا يبقى ما ينفعش اقول ويل. يعني لو عندك في الاختيارات تيك ولا ويل تيك لازم اخد تيك، علشان هنا ما فيش فاعل، ما ينفعش اقول ايه ويل تيك ان اسبرين على طول، لازم اقول لك يو ويل. وحتى لو كان في يو ويل مش هتبقى حلوه، لكن كان ممكن اقول يو كان مثلا او يو ماي. لو عندك هدك يو كان، تقدر تاخد ان اسبرين. يو شود، بنصحك تاخد ان اسبرين. وهنا عملتها فعل امر تيك على طول، بقول لك if you have a headache take an aspirin. شوف الجمله الثانيه if you come across علي at the supermarket. كلمه come across لو قابلت علي بالصدفه، يعني لو كده صادفته. if you come across علي at the supermarket ask him to phone me. يبقى انا بقول لك لو قابلت علي ask him، اطلب منه ask him to phone me. يبقى أنا هنا كده عملت إيه؟ عملت برضو فعل أمر. If you come across علي ask him. Okay. يبقى اتعلمنا برضو إن إحنا في if type 1 ممكن الفيرب الأولاني يبقى present، الفيرب التاني ممكن يبقى فعل أمر زي ما أنتم شايفين كده. طيب نشوف برضو example كده. If you meet أحمد him this book.
شايفين زي ما قلت لكم هنا مفيش ايه، مفيش سبجكت، مفيش فاعل. فهل ينفع استخدم will ولا او would او might if you meet علي him this book؟ هقول ايه بقى؟ طبعا متأكدة ان كلكم هتعرفوها. if you meet علي هقول ايه بقى؟ انا هستنى اشوف اذا كان حد كتب لي في الشات. عندي زينب وروان قالوا لي give him. برافو يا زينب، برافو يا روان. طبعا احنا عندنا هنا الفيرب انفينيتيف اللي هو imperative اللي هي جملة الأمرية. if you meet احمد give him this book. طيب كمان الفيرست كونديشنال ممكن استخدام الكلمات دي بدلها، يعني انا ممكن بدل ما ممكن اكون مش لاقيه if في الاختيارات، طب مش لاقيه if ممكن استخدم بدلها ايه؟ ممكن استخدم provided that، provided، providing، يعني ممكن استخدم provided بس او provided that. ممكن استخدم providing بالing، يعني ايه؟ يعني على شرط providing او providing that. ممكن استخدم as long as، كل الكلمات دي، او in case كمان ممكن استخدم in case. كل الكلمات دي تبقى بدل if، يعني بدل ما اقول لك if you study you will succeed ممكن اقول لك provided that you study you will succeed، او providing that you study you will succeed، او as long as you study you will succeed. يبقى انا هنا ايه، كل ده بيعبر كانها if بالظبط، كانك شايف if بالظبط. يبقى انت لو مش لو عايز if، عايز تختار if ومش لاقيها، ممكن تاخد اي واحده من دول. وممكن لو ان انت لقيت as long as تعرف ان انت هتطبق قاعده if، لو لقيت providing او provided تعرف ان انت هتطبق قاعده if. شايف بيقول لك اهو الاكزامبل، provided that you have a lot of money you can buy this car، يعني على شرط يكون معاك فلوس تقدر تشتري العربية دي. طب كان ممكن أشيل provided that وأقول لك if you have a lot of money you can buy this car. يبقى كلمة provided بالظبط هتديني معنى إيه؟ هتديني معنى if. ونشوف السكند conditional. السكند conditional هي ال past simple، وهستخدم would أو could plus verb infinitive. زي ما كنا بنقول ان الفيرست كونديشنال بريزنت بستخدم ويل او كان، هنا باست يبقى هستخدم وود او كود، وممكن مايت كمان، وود او كود او مايت وراها الفيرب ايه، الفيرب انفينيتيف. طيب دي بقى بستخدمها امتى؟ لو كنا بنقول ان اف تايب 1 بقول شيء محتمل، لا بقى دي شيء مش محتمل، دي شيء عكس الواقع، دي شيء مش ممكن يحصل، او شيء تخيلي او شيء غير واقعي. وممكن استخدمها كمان لإعطاء النصيحة. إزاي؟ نشوف كده. If she had wings she would fly. لو كان عندها جناحات كانت تطير. هل ده موقف ممكن يحصل؟ هل ده شيء محتمل إنه يحصل يطلع لها جناحات وتطير؟ طبعًا لأ، ده شيء تخيلي. فأنا بفترض هنا شيء افتراضي تخيلي مش حقيقي عكس الواقع. ما ينفعش هنا بقى أبدًا تستخدم present، لازم تستخدم past. الباست هنا هو past مش حقيقي، يعني بنسميه unreal past، past غير حقيقي. يعني الجملة دي مش بتعبر عن past، أنا بقول هي دلوقتي ما عندهاش جناحات فهي ما تقدرش تطير. لكن الباست ده ليه؟ علشان يدل على الاستحالة، بس هو تكوين للجملة لكن هو مش بيدل على الباست. If she had wings معناها إيه؟ if she had wings معناها she doesn't have wings at the moment، she doesn't have wings. If she had wings she would fly. If she were a scientist she could do experiment. شايفين استخدام were هنا مع الضمير she؟ احنا طبعا المفروض اقول she was، بس في قاعدة if الثانية بقدر استخدم were مع كل الضمائر، اقول I were و she were و he were. If she were a scientist، لو هي كانت عالمة كانت تقدر تعمل تجارب، بس هي مش عالمة. يعني انا عايز اقول هنا if she were a scientist معناها ايه؟ معناها she isn't a scientist.
لما اقول if she were معناه she isn't a scientist so she can't do experiment. If she were a scientist she could do experiments. زي ما هنشايفين هنا past بنستخدم would وهنا past استخدمنا could. طيب choose the correct answer. بنطبق كده على كلام اللي خدناه. If they had enough money زي ما احنا شايفين had هنا ده present ولا past؟ طبعا ده past. يبقى بالتالي هنا هختار ايه؟ هختار will ولا would؟ اختار can ولا could؟ عندنا الاربع اختيارات اهو، عندنا would وcan وhave ومايت. طالما انا عندي الفيرب الاولاني ده past يبقى لازم هختار ايه؟ ايوه برافو عليكم، هختار would by. يبقى أنا هنا استخدمت would والverb infinitive. تمام؟ ليه؟ علشان لقيت الverb هنا had. ومش عايزاكوا تتلخبطوا لما تلاقوا had ما تفتكرش إن ده past perfect. وتفكر إن دي قاعدة إيه في التالتة، لا دي قاعدة إيه في التانية وده past simple. إمتى يبقى past perfect؟ لو had وراها ال past participle. لو had وراها التصريف التالت هي دي اللي تبقى قاعدة إيه في التالتة. أما هنا had ده الـ past simple من have. If I had, I would. I would borrow. طيب الـ third conditional. الـ third conditional أو قاعدة if التالتة هي دي الوحيدة اللي بتعبر عن الماضي. طب تكوينها إيه؟ تكوينها past perfect والفيرب التاني ياخد would, have والـ past participle. تكوينها past perfect, would, have والـ past participle. هنا بقى دي الوحيدة اللي بتعبر عن الماضي لأن احنا قلنا قاعدة إيه في الثانية تكوينها past simple ولكن هي مش بتعبر عن الماضي، بتعبر عن شيء مستحيل في الوقت الحالي. أما دي فافتراض عكس ما حدث في الماضي أو الندم إن أنا ندمان على حاجة في الماضي. If she had studied last year، شايفين الجملة ماضية أهو، يبقى استخدم هنا ماضي تام. If she had studied last year she would have succeeded. طبعا حد يقول لي لا يا ميس احنا لما بنستخدم last year المفروض استخدم past simple مش past perfect. صح، احنا المفروض لما نلاقي last year نستخدم past simple بس مش في قاعدة if. في قاعدة if لما بلاقي last year بستخدم past perfect عشان دي الحالة الوحيدة اللي بتدل على الماضي. If she had studied last year she would have succeeded. شايفين هنا would مش وراها المصدر على طول، لا وراها would have والpast participle. If she had studied last year, she would have succeeded. معناها إيه؟ معناها she didn't study last year, so she didn't succeed. تمام؟ يبقى الجملتين كانوا ماضي أصلاً، فأنا حولتهم للماضي التام وحطيت would have. If she had studied last year, she would have succeeded. If she had enough money. شايفين هنا بقى had وراها الـ past participle. If she had enough money لو كان عندها فلوس last year she would have bought a car. شايفين هنا لما يكون عندي had وراها الـ past participle لازم احط هنا would have والـ past participle. ما ينفعش تبقى would والـ infinitive، لازم تبقى would have والـ past participle. طيب choose the correct answer كده. If the car hadn't broken down I late for the match. If the car hadn't broken down. أنا عندي هنا had والpast participle. يبقى لازم الفيرب هنا يكون إيه؟ لازم وأنا بحل الجملة كده أخطط هنا على الزمن بتاع الجملة. لقيته present بحط هنا will، لقيته past بحط هنا would. طب لما ألاقيه past perfect زي كده لازم أحط هنا إيه؟ شوف الاختيارات كده. I wouldn't be، I wouldn't have been، I want to be، I couldn't be. طبعا الإجابة I wouldn't have been. ليه؟ لأن أنا عندي هنا had والpast participle يبقى لازم يكون عندي would have والpast participle عشان دي قاعدة إيه في التالتة. بعبر عن شيء في الماضي لو ما كانتش العربية اتعطلت ما كنتش أنا اتأخرت على الماتش. معنى كده إيه؟ معنى كده إن العربية اتعطلت فأنا اتأخرت، معنى كده إن the car broke down so I was late. أنا بقى لما بعملها بقاعدة if بقول if the car hadn't broken past perfect hadn't broken down I wouldn't have been late. I wouldn't have been late. Verb to be في past participle. Example تاني.
he two goals if he took part in the match. He two goals if he took part in the match. طبعا انا عندي ناخد بالنا ان بعد if هنا عندي الفيرب ايه took. الفيرب هنا زمنه ايه؟ the past simple. يبقى المفروض هنا احط الفيرب ايه؟ scores, will score, would score, scored. ركزوا كده في الجملة دي. He two goals if he took part in the match. عندي if والفيرب اللي وراها ايه؟ زمنه ايه ده؟ the past simple. يبقى المفروض هنا هستخدم ايه؟ ابص كده على الشات اشوفكم حد هيقول لي الاجابه. مورا قالت لي وود باي، ومازن لا يا مازن انت بتقول، جنى بتقول وود هاف بين، ومازن بيقول لي كمان وودنت هاف بين. لا الفيرب توك في الباست سامبل فلازم تبقى وود والانفينيتيف. رانيا برضو بتقول وود هاف، لا يا رانيا. وشهد صلاح بتقول وود هاف، لا نرجع لجمله تاني. في كتير اتلخبطوا عشان احنا كنا بنشرح الباست بيرفكت فراحوا حاطين لي وود هاف، لكن في برافو عليهم ما اتلخبطوش وركزوا وقالوا لي وود سكور. عندنا ايمن قال لي وود سكور، برافو يا ايمن. طب نرجع لجمله تاني علشان الناس اللي اتلخبطت. انا عندي الفيرب هنا توك، عندي الفيرب هنا يا اولاد توك، فيبقى لازم ده باست سمبل. باست سمبل يبقى لازم اخد وود. Past simple يبقى اخد would، مش هاخد would have. امتى باخد would have؟ اصلا ما عنديش would have. يعني يا جماعه الناس اللي كتبت would have اكيد كان قصدها would، علشان احنا اصلا ما عندناش في الاختيارات would have. اوكي؟ يبقى اكيد كل الناس اللي كانوا كاتبين لي would have كان قصدهم would، عشان انا ما عنديش اصلا في الاختيارات would have. فتبقى الاجابات كلها كده صح. ويا ريت اللي كان بيقول انا مش فاهم حته معينه يقول لي عليها عشان اعيدها له تاني. ونشوف كده. طبعا دي حاجات مجمعه كده، اكسرسايز مجمع، يعني مش شرط على اف 3 بقى، احنا دلوقتي ممكن يبقى 3 او 1 او 0. نركز كده ونشوف الجمل اللي جايه دي. If dinner is not ready, I without it. If dinner is، الفيرب هنا ايه؟ present. If dinner isn't ready, I without it. I go. I will go. I would go. I would have gone. طبعا الفيرب الاولاني present. If dinner is not ready. الفيرب التاني ياخد ايه بقى؟ يلا اكتبوا لي بسرعه كده اهوت في الشات. مازن بيقول I will go. و سجا وباسل، لا باسل بيقول لي جو، مروان ويل جو، وجنى وآية ورجينا. طب نرجع لجملة تانية عشان في ناس بتقول لي وود. نرجع لجملة تانية. if dinner is، يا جماعة if dinner is بيقول لك is، يبقى لازم اخد ايه؟ اخد will. if dinner isn't ready I will go without. يبقى انت خطط تملي على الفيرب. لو الفيرب بريزنت هتاخد ويل، لو باست هتاخد وود، لو باست بيرفكت هتاخد وود هاف والباست بارتيست. نشوف جملة تانية. If I no money I would، شايف هنا حطيت لك وود، وود والانفينيتيف، يبقى انت لازم تاخد الفيرب هنا زمنه ايه؟ If I no money I would borrow some from you. Have will have had had had. نشوف بقى اجاباتكم. طبعا في سنه ورحمه وكتير كان قايلين لي ويل في الجمله اللي فاتت، لسه ما حدش قال لي حاجه في الجمله دي. هنا مروان قال لي هاد، وماريا قالت لي هاد برضو. جنى حمدي بتقولي هاد هاد، لا يا جنى ارجعي لجملة تاني. أسيل صح يا أسيل هاد. ورجينا مظبوط يا رجينا، برافو. وكريم وشهد صلاح بتقولي هاد، وفي جنات مدحت بتقولي دي، يعني هاد يا جنات، برافو.
اللي قالت لي هاد هاد، ناخد بالنا لو هي هاد هاد كان الفيرب هنا هيبقى would have borrowed. خدي بالك ان هي لو هاد هاد كانت هتبقى would have borrowed. هي هاد بس past simple عشان هنا would والانفينيتيف. شوف الجملة اللي بعدها. If the sky clear yesterday، الجملة فيها ايه؟ فيها yesterday. قلنا الحالة الوحيدة اللي بتدل على الباست هي ايه؟ وكمان عندك هنا would have seen. If the sky clear yesterday I wouldn't have seen the eclipse. Is where had been would be. طبعا واضح من yesterday، واضح كمان من جواب الشرط هنا في would have والpast participle. يبقى لازم اختار ايه؟ الاجابة تكون ايه؟ الطلاب الشاطرين بتوعنا قولوا لي كده الاجابات. طبعا عارفة بيبقى في وقت شوية عبال ما بتكتبوا لي الاجابات. جنى قالت had been، لا يا ليليان، ليليان بتقول لي is، وعبد الرحمن برضو بيقول لي where. لا هي طبعا الإجابة had been عشان دي الحالة الوحيدة. وروان وآية أحمد برافو عليكم. طبعا إحنا دي الحالة الوحيدة اللي بتدل على الباست اللي هي فيها would have والباست participle، يبقى لازم هنا أحط إيه؟ أحط had been اللي هي قاعدة if التالتة. تمام. في ملاحظات كده ناخد بالنا منها، ان كلمة unless ديت هي النفي بتاع if. يعني انا لما بستخدم unless كأني بقول if not. تمام. فبتنطبق عليها نفس الحالات بتاعت if بس بالنفي. فبدل ما اقول لك if you don't study اقول لك unless you study. Unless you study hard you won't pass the exam. شايفين الفرق بين الجملتين؟ هنا بدل ما اقول if you don't هنا قلت unless you study. If you don't study unless you study. يبقى كلمة unless بتعني if ومعاها don't. يعني أنا لما هستخدم unless هشيل if وهشيل don't. Unless you study hard you won't pass the exam. شايفين جواب الشرط هنا منفي ازاي؟ إذا لم تذاكر أكيد مش هتنجح، فأقول unless you study you won't pass the exam. If he hadn't been careful he would have had an accident. طبعا هنا زي ما انتم شايفين بنطبق عليها كل قواعد إيه. هنا كانت القاعدة الأولى وهنا القاعدة الثالثة. و unless he had been careful he would have had an accident. تمام. يبقى unless زي if بالظبط بس بيكون هي النفي بتاع if. طيب in case of بيجي وراها verb ing. ناخد بالنا بقى من in case of. بقول لك if there is a fire break the glass. طبعا فاكرين فعل الامر كنا بنقول في قاعده ايه في الاولى، ممكن استخدم فعل الامر if there is a fire break the glass. لو في حريقه break the glass يعني كسر الزجاج ده الشباك واهرب على طول. طيب بيقول لك in case of fire، يبقى انا هنا لو حطيت in case of مفيش فيرب بقى، قلت in case of ايه؟ in case of fire هنا حطيت النوم. احنا بنقول يا نون يا فيرب ing. ف in case of fire في حاله الحريقه in case of fire break the glass. طبعا كان ممكن يبقى verb ing فاقول مثلا in case of studying hard you will succeed. يبقى لو حطيت in case of هحط وراها verb ing. خد بالك بس لو حطيت in case بس مش هتحط verb ing، هقول in case you study you will succeed، لكن in case of studying you will succeed. طيب احنا كنا بنقول ان unless بتعني if not بس بيجي وراها جمله، والجمله دي ممكن تكون present او past او past perfect، يعني زي قواعد if بالظبط. طيب but for و without دي برضو نفي ولكن بيجي بعدها يا noun يا verb ing. هتقولي طب يا ميسي يعني زي in case of بيجي بعدها يا noun يا verb ing. صح هي زيها زي in case of، بس in case of حالة الإثبات، يعني أنا بقول لك in case of studying you will succeed، لكن لو قلت but for أو without studying هقول you won't succeed. لولا المذاكرة أو بدون المذاكرة مش هتنجح. فأنا هنا مع in case of الجملة مثبتة، لكن مع but for without الجملة منفية، وفي الحالتين بحط ing. but for without بيجي وراها ing أو noun، وكمان in case of بيجي وراها ing أو noun، بس نفرق ما بينهم إن but for و without زيهم زي unless يعني كأنها جملة منفية، أما in case of زيها زي if يعني كأن جملة مثبتة. شوف هنا بيقول لك unless he had helped me I wouldn't have passed the exam.
unless اذا لم هو يساعدني ما كنتش انا هنجح في الامتحان. شايفين جواب الشرط منفي ازاي؟ مطبقين قاعده if عادي، had والباست بارتيسيبل، وهنا would have والباست بارتيسيبل. طيب كمان if it weren't for، if it weren't for زيها زي without برضو نفس الحاله، بيجي وراها يا ing يا noun، ودي بتعبر عن if القاعده الثانيه، لان عندي where هنا يبقى الفيرب would. اما لو كانت if it hadn't been كانت هتبقى القاعده الثالثه، without his encouragement I would fail، without his encouragement بدون تشجيعه I would fail. طبعا عندي without وراها هنا noun. If it weren't for his encouragement I would fail، زي ما احنا شايفين where هنا يبقى لازم هنا تبقى would عشان دي قاعده if الثانيه. اما لو قلت if it hadn't been هتبقى دي قاعده if الثالثه، فلازم استخدم would have والباست بارتيسيبل، برضو معناها لولا زي if it weren't for، وبرضو بيجي وراها ing، بس ديت القاعده الثالثه. فنشوف نشوف كده التشويس. studying astronomy at school، astronomy اللي هو علم الفلك. طبعا انا عندي الفيرب هنا ing، يبقى استحاله ان انت لما تلاقي فيرب ing مثلا ان انت هتستخدم if، لا انا عايزه حاجه بيجي وراها ing. ايه بقى بيجي وراها ing؟ unless، if، without، provided. studying astronomy at school he might not، شايفين جواب الشرط منفي ازاي؟ have become an astronomer، يعني عايزه اقول لولا انه ذاكر او درس علم الفلك ما كانش هيطلع عالم فلك. يبقى انا عايزه اقول بدون الدراسه دي او من غير الدراسه دي عمره ما كان هيطلع عالم فلك. طب ايه بقى الكلمه اللي تاخد وراها ان جي؟ اه هي without، وطبعا جواب الشرط بتاعها بيكون منفي. without studying astronomy at school he might not have become astronomer. شوف جمله كمان. if I reach I would buy a car. I would، عندي هنا I would، I would دي هتخليني اختار هنا زمن الجملة ايه. if I were rich I am rich I had I will be. بص على الشات كده اشوفكم قلتوا ايه، يلا اكتبولي بسرعة كده. انا عندي الجملة فيها would فهقول ايه. طبعا في الجملة اللي فاتت كان الناس قايلين لي اجابات صح، لسه ما حدش قال لي اجابات هنا. if I rich، في بسمه، بسمه قالت لي وير، وشهد صلاح قالت لي وير. برافو يا بسمه، برافو يا شهد. طبعا هي فعلا وير، علشان عندي هنا وود يبقى لازم يكون الفيرب وير. تمام برافو. شوف جمله كمان. if she early she would miss the train. طبعا عندي would والverb infinitive، يبقى هقول ايه؟ ها زمن الجملة هنا لازم يكون ايه؟ if she not arrive، didn't arrive، isn't arrive، won't arrive. if she early she would miss the train. طبعا الجملة هنا فيها ايه؟ فيها would، يبقى اعرف على طول ان زمن الجملة هيكون ايه؟ هيكون past simple if she didn't. تمام؟ طيب انا بقول اسيب لكم بقى بقيه الجمل دي انتوا تشوفوها. يعني احنا هنبعت لكم اللينك بتاع الدرس كله وانتوا تقدروا تشوفوها. فخليني ادخل معاكم في الكلمات بتاعت الستوري. اوكي خلينا نشوف دلوقتي كلمات الستوري. طبعا احنا عندنا عندنا هنا كلمات الستوري بتاعتنا. طبعا انتوا عارفين بيجي لنا فيها الاسئله على البوكاب. فخلينا نشوف هنا ايه الكلمات. عندنا مثلا كلمه cry، شوف الديفينيشن بتاعها. طبعا اكيد كلنا عارفين كلمه cry. cry طبعا معناها a loud sound made by animal or bird. a loud sound made by animal or bird.
طيب عندنا كلمة shot. shot طبعا دي the act of firing a gun، ان انا اطلق زي ما احنا شايفين كده في الصورة ان انا باطلق الرصاص firing a gun. واحنا كنا يمكن اتكلمنا على كلمة fire قبل كده، قلنا تيجي بمعنى يفصل حد من الشغل، فاقول he was fired from his job. وطبعا fire تيجي بمعنى الدفاية بمعنى النار، لكن هنا fire his gun يطلق النار. طب عندنا rope. rope اللي هو ايه؟ قال لك a long thick piece of material made from thinner pieces of material used for tying. يبقى دي حاجات احنا بنستخدمها for tying، الحبل ده احنا بنستخدمه عشان نربط بيه، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه rope. paddle ايه هو البادل؟ قال لك ايه؟ a noun معناها a pool with a wide flat part at both ends that is used to steer canoe or other small boats. شايفينه في الصورة اللي هو ايه؟ اللي هو المجداف اللي هو flat part، اللي هو pool، حاجة عمودية كده لها flat part، لها جزء مسطح كده، ليه؟ to steer. steer علشان نوجه بيها المركب، كانوا نوع من المراكب اللي بقى رفيع كده، او any small boat. ده البادل. عندنا كمان كلمة steer. احنا الدريكسيون بتاع العربية او عجلة القيادة بنقول عليها steering wheel. steering wheel. هنا كمان بقول steer معناه انه يوجه السفينة او يقودها او يتحكم فيها، فتبقى معناها ايه؟ to control the direction of a car or a boat. ان انت تتحكم كده في قيادة السيارة توجهها يمين او شمال او البوت او كده. يبقى to control the direction. to steer. تمام. عندنا كمان قلنا fire a gun خلصناها. fence. عندنا كلمة fence اللي هو ايه؟ شايفين الصورة؟ اهو الفينس ده اللي هو السور، السياج دوت، a structure made of wood, metal, etc. that surrounds a piece of land. واخر كلمة معانا anchor. anchor اللي هو ايه الانكر؟ شايفينه الهلب بتاع المركب دوت، a heavy object used to stop boat from moving. طبعا احنا كده راجعنا معاكم الكلمات. That's all for this session. أتمنى أكون فدتكم في الحصة ديت، وياريت إن إحنا نتابع الكويز. إحنا عاملين لكم كويز زي ما إحنا متعودين كل سيشن. هتدخلوا هو two sections. السكشن الأول على الجرامر اللي إحنا خدناه النهاردة قاعدة كيف، والسكشن الثاني عن الستوري، الكلمات اللي خدناها النهاردة في الستوري. فلازم نعمل نكست عشان ناخد السكشن الثاني زي ما انتم عارفين. وانا هحط لكم اللينك في الشات، اللينك بتاع الدرس كله. فنشوفكم ان شاء الله على خير يوم الاحد باذن الله. واعملوا تشيك على الجدول عشان تتاكدوا من الميعاد بتاعي. تمام. اشوفكم على خير ان شاء الله، وسي يو سون.